السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم إن شاء الله نشارك معكم في صالة ديال البيجاما. بيجاما صغيرة، البنت عندها 11 عام. الطول ديال البيجاما 98 سنتيم. غالبا ما كنفصلوا البيجاما بهذه الطريقة، هذه كنطويو التوب على 4 وكنفصلوا من هنا الرقبة وكنفصلوا الكتاف ونهبطوا بالتركيز ونهبطوا بالطول ديال البيجامه. ولكن انا بغيت كلوش، بغيتها كلوش من تحت. هذا العبار هذا ما عطانيش كلوش، انا بغيت 40 سنتيم. غادي نشوفوا طريقه ثانيه ديال الفصاله. غادي نطوي غير الجهه ديال الوراء، هي الاولى غادي نفصلها بوحده. غادي نعبر ناخد العبار ديالي اللي بغيت في الجلايل، بغيت 40 سنتيم هو الاول غادي ناخده، هو هذا 40 سنتيم. ناخد العبار ديال الرقبه دائما هي الاولى. الرقبه كنديرو 6 سنتيم ديال البنت صغيره، 6 سنتيم كيف ما قلنا. عندنا في الكتاف 10 سنتيم ونهبط بجوج ونص او 3. ونهبط في التركيز ب 19 سنتيم في التركيز. وندير في الربوع عندي 24. كنهبط بالطول ديال الظهر، طول الظهر حتى الحزام، الخط الحزام هو هذا 31. وندير واحد الخط وندخل من هاد النقطه ديال التركيز الخط الحزام، غادي ندخل بسنتيم سنتيم او جوج سنتيم وندير واحد الخط. غادي نطلق المسطرة من هاد الخط هذا، هاد النقطة هادي الجلايل. غادي نجيب هاد البيستولي هذا وندير به هاد الدورة هادي، تقويرة ديال التركيز. الا ما كاش هاد البيستولي ممكن نديرو التقويره غير بيدينا بهذه الطريقه، والا كان غادي نحطوه، هو اللي كيعطينا العبار عبار مزيان. كنطلع في الجناب، كنطلع ب 6 سنتيم وندير مسطرة. انا غادي نعبر بهاد البيستولي هذا، غادي نحطو بالطريقة وندير خط. وغادي نقطع دائما كنقطعو برا من خط بسنتيم، كنخرجو على الخط بسنتيم.
كما شفتوا احنا فصلنا الجهه ديال الوراء هو هذا، دابا غادي نفصلوا الجهه ديال الامام. هاد الطرف اللي بقى لينا هو هذا، غادي نطويه هاد الفصاله هادي كتسمى الداخل في الخارج، يعني الجهه اللي خرجنا منها الدوره ديال الكم هي اللي غادي نخرجوا منها الجلايل باش كنقتصدوا على الثوب ويكفينا. الجهه اللي مفصله هي هادي، غادي نحطها على هاد الجهه على هاد الطرف ديال الثوب اللي طويت على جوج. صافي انا حطيت الجهه ديال الوراء اللي فصلت المره الاولى على الطرف اللي بقى ليا وكنقطع نفس القياس. غادي ندير التقويره ديال الدوره ديال العنق، غادي نهبط ب 8. هنا كنحيدو سنتيم دائما الجهة ديال الامام. ثم مبقاش لينا الطروفه، مبقاش لينا كبارين وانما الطريفات صغيورين كما شفتوهم هادو. واخا يجيونا الكمام قصارين لانها بيجامه صيفيه ماشي مشكل. هادو هما الطريفات اللي بقاو، غادي نحاولو نخرجو منهم كميمات، الطرف الاول وهذا الطرف الثاني. ناخدو هاد العبار هذا، يعني من التركيز للكتف عندنا 21، انا غادي ندير غير 20 ناقص واحد، كنقصو واحد دائما. العرض ديالكم 20 هو هذا، عندي 20. غادي ندخل ب 9 او 10 سنتيم. ندير واحد الخط هاد الخط كنقسمو في النص، وندير واحد تراساج، وهاد النص هذا كنقسمو عاوتاني في النص، وهذا في النص. هنا كنخرج بسنتيم، يعني لهاد الشرطة هادي كنخرج بسنتيم، وهنا كندخل. من هاد الجهة هادي غادي ندخل بسنتيم. هذه هي الدورة ديالكم.
هادو هما الكميمات، واخا قصارين ممكن نزيدهم حطريف هنا في الطول او نكتفي بهم غير هكا، انها البيجامة الصيفية ماشي مشكل. هنا ما ننسوش هاد السنتيم هذا اللي كنحيدو من الجهة ديال الامام، دائما كنحيدو سنتيم. غادي ندير واحد الفتيحة هنا، فتيحة قياسها مثلا قياس 6 سنتيم. اللي عجبو الفيديو ما يبخلش علينا بجيم واشتراك وضغط على الجرس باش يوصلكم الجديد ان شاء الله، وشكرا. ونتلاقاو ان شاء الله في الفيديو الجاي في الخياطة ديال هاد البيجامة هادي ان شاء الله، وشكرا لكم على المتابعة.